والبلديين والسياسيين، رابعا المحامين والحقوقيين، خامسا الاعلاميين والصحفيين والمدونين، سادسا الرياضيين والمهتمين بالرياضه، سابعا الاطباء والممرضين والكادر الصحي، ثامنا المعلمين والتربويين، تاسعا المقتولين، عاشرا طلاب الجامعات، 11 المعتقلات، 12 العسكريين، 13 الادباء والشعراء والفنانين والرواديين. وتتبعها المسيره العامه بمشاركه الجميع. اي احد يرى نفسه يندرج ضمن اي كان من هذه الفئات فلينضم اليها. واخواني العزوان رحم الله عليكم، انضموا الى المسيره. رحم الله عليكم اخواني اهل الجوانب، صفوف المسيره انضموا اليها. حفاظنا على سلميتنا وثباتنا في كل ساحة.